بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير والرحمة والبركة عن جميع العالم. أول شيء أريد أشكر صني جاب لي هاي البهارات، طبعا تبرع. هذا مع الستيك، هذا مع الشكل مع الدجاج، هذا مع الخضروات مع الستيك، وهاي البهارات طبعا هدية. شكرا. هسه عندي خبز، ما خبز، هو يشبه الخبز، اسمه تشورك، حيط طيب. اول شي عندي الخميرة، الخميرة هم جتني هدية، معلقة معلقتين ونص، بس هذا شوية ما يدعسي. نص كوب حليب، معلقتين دهن عادي. لا تريدون تخلون بيها بياض البيض، الصفار على الوجه، اللبن، هاي المكونات مالتها. ما راح اخلي بيها ملح، راح بس شويه شكر راح اخلي بيها. راح اشغل اسمه، بس راح اخلي الطحين. ثلاثة ونص. هذا طبعا كل اسمه صبون من هذا، كوب من هذا، نفسه كوب، هذا الكوب معلقة واحدة طحين. البارحة حد سألني قال ليش حطيته فوق المعمول باودر شوغر مع النشا، النشا حتى تاخذ الرطوبة مالتها وتنطيها اسمه طعم حيل يابس ويطلع حيل طيب نفس الوقت. هذا يكفي شغل تشتير. عجين حتى إذا تعجنوا بيتكم نفس هذا يطلع. هذا السمو كوبين مع الأربع كوابة من هذا الزار، طبعا كوب ونص من السمو مع الماي الكبار، غلاس يعني كوب مع، بس عفلوا هذا الاسمين والله، كاب غلاس. هذا الفنجان، أربعة من هذا، كوب كبير مع الماي، هذا الطحين اللي أخذته عني، أربعة من هذولا، كوب غلاس مع الماي الطحين. راح خلي جو اسمه اللايت مع الفرن حتى يختمر بسرعة. طبعا شو ما تشدو هيك تقدر تشتغلون بيها. أنا سويت على أربع قطع، أي نوع جبن عندكم، عندكم جبن استعملوا، ما عندكم بالنهاية لا تستعملوا، لأن أنا ما استعمل الملعة على مود هذا، استعمل الجبن. هذا واحد راح خليه يرتاح، إذا تخلوه فوق قماش أحسن حتى تغطوه دقيقتين. خلي هذا اول واحد يرتاح، هذا الثاني. الاربع قطع اسويها نفس هاي الاسمو واشوفكم. هذا الاسمو اللعق اخلي بيه شويه زبده، اسم ما كثير، شوفوا بس حتى يسوي شويه طري. اي نوع زبدة اذا ما عندكم نهائيا ما يحتاج، هاي الاشياء بس استعملها على مود الملح. طبعا هذا الجبن كان عندي شوية منه، هذا
راح اخليهم يرتاحون. اشوفكم، شوفوا الاسمه ارتاح زين العجين على طول. اشتغلوا باول واحد القديم. هذا حيل حيل طيب. كل ما تشتغلون اسحبوا عليكم لان مختمر نهائيا، لا تخافوا لا ما ينكسر ولا اي شيء يصير له. هذا فوق شوية ملح إذا تخلوه حيط طيب. صار مثل كذا عايشة. راح اخليه يرتاح. شكت على طلع. راح اشتغل بالباخ نفس الشيء. طبعا الشكل اللي تحبوه انتو، الشكل اللي تريدوه. لا تضغطوا عليه كثير لان حتى يطلع منقوش. شوفوا شكد حلو طلع. طبعا ايش ما تحبوا تخلوا جوا الدهن عادي، الزبدة، بس انا استعمل الزبدة لان يعني نهائيا ما استعمل الملح على مكارمة على اي شيء. ما يحتاج يرتاح نهائيا لان اختمر. شفتوها مضر عشر دقايق وهاي هذا الثاني. طبعا لا تنسون تخلون بي اسمه الصفار مال البيض. إذا تخلون بيه شوية ملح فوق وحيط طيب يطلع. الفرن علقته على 400 حيل حيل. أشكركم على اللايكات. دور السمكة نهائيا ما خليت بيها شوكر نهائيا لان الطحين ابيض. ورا ما تخلون البيض فوقه بس بالفرشة، ما بيها بيض ما بيها اي شيء بس حتى يمسك. بس حتى يمسك البيض راح انعلق الفرن. راح اخليها على 400 على الفرن ان شاء الله. من طلع اشوفكم. طبعا الفرن من يصير حار نهائيا ما يتاخر. بسم الله
أنا ناصبته على 40 دقيقة. طبعا ايش قد ما حار وبيجبن.